أود أن أغتنم هذه الفرصة لأثني على شعبنا لما أظهره من نضج ووعي كبيرين في هذه المرحلة الحساسة بالذات عبر تصرفه الحضاري. إن ضبط النفس الذي أظهره مواطنون ومصالح الشرطة والأمن في بلادنا قد مكن من الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، وهو يشكل بكل تأكيد رصيداً حضارياً لا يسع بلدنا سوى الافتخار به. في هذا الصدد حري بي أن أشير إلى أنه وإن كان من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات المكرسة في دستورنا، لا سيما الحق في التعبير والحق في التظاهر، فإنه يتعين في الوقت ذاته الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في ظل احترام الآخر وفي كنف الامتثال التام لقوانين الجمهورية، كما يتعين عدم توظيف هذه المبادئ للمساس باستقرار بلادنا ووحدتنا الوطنية.